حلوه ما قصروا الشباب. هويا الاصفر ما له ثمات هويا عنتر. ابو عبد العزيز بسالك عن اللاعب نهير الشمري، احنا سمعنا في الاونه الاخيره وبعدين التقى مع اخوي عبد العزيز عطيه تذكر في اكسترا تايم على اساس انه نوى اعتزاله، ما راح ياثر عليكم في الموسم القادم او بعض المواسم او حتى بعد، وهو بكون انه طبعا كلاعب مهم سواء كان للمنتخب او لنادي القادسيه؟ لا بالنسبه يعني حق اللاعب نهير الشمري يعني هو تكلم معانا من الموسم اللي فات بس احنا اصرينا عليه انه يكمل لان صراحه ما زال نهير عنده القدره انه يكمل يلعب بعد موسمين وثلاث مواسم وبعد صغير يعني لكن هو اصراره اللي هو باله مو على كيفه، احنا على كيفنا احنا مو على كيفه هو. ودي اسال عن الدوري، يقولون ثلاث اقسام وناويين تسوونه اربعه، فشنو الاحسن يتم على وضعه ولا يكون اربعه؟ واذا صار اربعه هل ما راح ياثر على اداء اللاعبين؟ لا هو في 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 المواسم اللي فاتت كان الدوري من قسمين عادة، بس السنة سووا ثلاث أقسام علشان إحنا تصير أكثر من 21 مباراة على أساس نطبق اللوائح الآسيوية لمشاركتنا في آسيا في المستقبل، عشان يصير عندنا دوري يسمونه دوري المحترفين. فإحنا كلنا أمل إن الأخوان المسؤولين يعني يطبقون دوري المحترفين عشان نقدر نشارك في البطوله الاسيويه للمحترفين، عشان كذي هم سووا الدوري ثلاث اقسام. نعم، بعيد عن الدوري والامور هذه كلها وفي معمعه كره القدم والفيفا والتصويت، يعني الحكي اللي صار شنو رايك ابو عبد العزيز؟ التصويت على يعني في الفيفا لما قالوا الكويت ما تصوت وما لها حق تصوت في هذا السؤال انا السؤال هذا ارجو انه يتوجه حق المسؤولين اللي بالاتحاد انا شغلي قادسيه بس القادسيه. قبل اربع سنوات حققتوا ثلاثيه عظيمه وجميله، هل في المواسم القادمه راح تحققون هذه؟ ان شاء الله السنه بنحقق رباعيه ان شاء الله. ما شاء الله يعني البطولات رباعيه كانت. احنا حققنا صح في من قبل ثلاث سنوات او اربع سنوات حققنا ثلاثيه. لحد الان احنا حققنا بطولتين وكنا فاتت علينا بطوله للاسف اللي هي بطوله الخليج. باقي لنا بطولتين عاد بهمه الشباب ان شاء الله، اللاعبين ان شاء الله، انا كلي امل. واحنا بالفتره اللي فاتت بالمواسم اللي فاتت نادي القادسيه عودنا دائما يكون طرف في النهائيات، وان شاء الله نسنا نواصل بنفس العطاء مال الموسم اللي فات واللي قبله، عاد لما نوصل النهائي ذيك الساعه لكل حادث حديث، بس ان شاء الله احنا ان شاء الله ربع ما راح يقصرون ان شاء الله. عندكم يعني طموحات. ودي اسال عن اللاعب احمد عجب زميلك، يعني ابتعاد او عدم وجوده معكم ما اثر على اللعب؟ والله بالعكس اخوي احمد عجب يعني لاعب كبير واكيد اثر على الفريق، لكن يعني هناك في لاعبين غير قدروا يسدون مكانه، يعني بالعكس يعني مكان احمد عجب يعني كان واضح يعني انه افتقدنا احمد عجب كهداف كراس حربه كمخلص يعني، لكن الحمد لله يعني البركه بالشباب الموجودين ما قصروا يعني الحمد لله حققنا بطوله يعني. زين شو تتوقعون في مباراتكم في لعبه كاس ولي العهد القادم ان شاء الله؟ ما في احتمال وفي احتمال كبير تلعبوا مع النادي العربي. نعم. النادي العربي في اللعبتين الاخيريات حرقكم بعد غلبكم، شو تقولون؟ لا تحاول بعبد الله بعد قاعد اقول لهم انا السؤال كذي ما ادري مو على الامباي، لكن يعني العربي راح يواجه الجهره ايه، فبالعكس يعني العربي نادي كبير والجهره كذلك يعني، واحنا مستعدين حق الفريقين يعني سواء الجهره او العربي مستعدين حق الفريق يعني. عندكم مفاجآت شغلات خاشينها يعني حق هاللعب ولا؟ لا والله ما عندنا مفاجآت مثل شنو يعني. لا ولا مدير الكرة خاش لكم شغلات ولا؟ والله ما هو المخول يعني. شنو استعدادكم حق الدوري أو حق اللعب إن شاء الله في لكأس بطولة ولي العهد؟ والله يعني احنا طبعا الحين طوينا صفحة الدوري، الحين متوجهين الحين مكرسين تفكيرنا كله على بطولة ولي العهد. ومثل ما تفضل اخوي حمد يعني بالنسبه حق المباراه الجايه اللي راح يلعب فيها الجهره والعربي، احنا راح نباري الفايز ما بين العربي والجهره، فطبعا يعني اللاعبين راح احنا اعطيناهم راحه اليومين هذه من بعد الدوري، وان شاء الله من باكر راح يرجعون مره ثانيه يواصلون تمارينهم واستعدادا للمباراه اللي راح يخوضونها
سواء مع الجهرة ولا مع العربي يعني. وإن شاء الله اللاعبين كلهم إصرار أيضا، وهذا الفوز في بطولة الدوري طبعا تعطينا دفعة حق اللاعبين، دفعة معنوية أنهم يواصلون في البطولات إن شاء الله الجاية. احنا نحيي طبعا لاعبين نادي القادسية كلهم، ولو لنا عتب على اللاعبين اللي ما ياو، قال لهم تعالوا بس ما ياو. عندهم ظروف. عندهم ظروف طبعا، احنا طبعا نراعيها. ابو عبد العزيز واخوي حمد، شو تقولون حق جمهور نادي القادسية اللي ازركم وقف وياكم وحبكم؟ يعني صراحة بالنسبة لجماهير نادي القادسية، يعني جماهير نادي القادسية جمهور وفي بصراحة يعني. من بدا الموسم وهو احنا كنا في قطر وهم كانوا معانا، ورحنا ايضا الى اليابان لما بارينا اوراوا وهم كانوا معانا. فجماهير نادي القادسية جماهير وفية يعني بصراحة. صحيح تغضب علينا بالفوز وفترة، لكن هذا من حقها كونها كجماهير، واحنا بعد هم مثل ما هم يزعلون حتى احنا نزعل يعني على الفريق. وهذا كانوا شادين عليك شوي صح ابو عبد العزيز؟ والله يمونون صراحة يعني جمهور نادي القادسية. بالعكس احنا، انا بالنسبة لي يعني، يعني انا واحد منهم وفيهم يعني. جمهور نادي القادسية عتبهم على راس الوجه ان شاء الله معهم. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر. احنا شاكرين لكم حضوركم، ما قصرتوا، ونقول مبروك لنادي القادسية، وان شاء الله يا رب دائما نسمع عنكم كل خير، وان شاء الله هذا الرباعيه ان شاء الله. كل الشكر للسيد فواز الحساوي على حضوره، وللاعب حمد العنيزي على حضوره، وشكرا لمايو ايضا، نقول يمكن عذرهم وياهم، وان شاء الله في الفوز الرابع يكونون معنا ان شاء الله. مرحبا ثاني الحلوه ان شاء الله. تحياتنا لكم. شكرا. الله يسلمك. شكرا. احنا ناخذ فاصل ونرجع لكم في لقاء من نوع اخر.